بسم الله، وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ومعانا النهاردة الشيخ محمد مهدي، منورنا ومشرفنا. بنرحب بك تاني يا شيخ محمد. أهلا سيدنا. مرحبا بكم سيدنا. الله يكرمك. كلمتنا عن بركات سيدنا النبي يعني على قومه وعلى أهله وعلى مرضعته وعلى من حوله صلى الله عليه وسلم. عايزين بقى نشوف بركات سيدنا النبي يوم القيامة في الآخرة. نعم، قبل يوم القيامة بركته صلى الله عليه وسلم على أمته في الدنيا. نعم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى كما في حديث مسلم، بكى فربنا أرسل إليه جبريل، كان يمكن أن يلقي إليه الروح أو شيء آخر، لكن أرسل إليه شديد القوى خاصة، ما يبكيك؟ فقال أمتي أمتي. فأرسل ربنا جبريل مرة أخرى، قال قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. الله الله، وهذا قول الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والمفسرون على أن العطية التي ترضي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في الآخرة، فلا يرضى بمن قال لا إله إلا الله ويكون في النار. فلا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواحد من أمته في النار. الله، هذه أولى بركات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في الدنيا قبل الآخرة. ثم الآخرة، بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى. كيف ندرك هذه الشفاعة؟ بكثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث الطبراني، وهو حديث إسناده حسن، أن سيدنا عبد الرحمن بن سمرة روى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت البارحة عجبا. قال، قص على أصحابه هذا حديث طويل، فقال رأيت البارحة عجبا، قال رأيت رجلا من أمتي يجثو على الصراط أو يحبو على الصراط، كلما قام ليجوز على الصراط وقع. فجاءته صلاته علي فأقامته حتى جاوزت به. الله أكبر. فأولى درجات الآخرة المرور على الصراط الذي ينجي الإنسان منها كثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الإنسان يريد أن يدخل الجنة صحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبة النبي لا تكون إلا بكثرة الصلاة عليه. قال بشيء بسيط جدا، من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. هل في حد يعني في ثمن أقل من كده؟ عشر مرات الصبح وبالليل يبقى تدرك شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اللي عاوز الدرجة الأعلى، اللي عاوز يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عليين، يلزم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فلا سبيل إلى بركات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالفرح به، ولا سبيل إلى الفرح بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه، ولا أدل على ذلك من كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي اللازمة في الأولى والآخرة. لذلك سيدنا الإمام الجزولي بيقول في مقدمة الدلائل إن أنت لازمت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات وجعلتها وردا عليك مؤكدا لاحت عليك دلائل الخير في الدنيا وفي الآخرة. كلامك جميل، وحاجة كده أسأل الله أن يجليك للناس. عايزين زي الشيخ محمد مهدي كده 1000 ولا 2000، هم دول أبناء الأزهر اللي تعلموا العلم الوسطي المستنير اللي عايزين ننشره للناس. وأنا دايما أقول كلمة يا شيخ محمد، ليس في الأزهر صغير. أنا بشوف أبنائنا لابس العمة والكاكولة عنده مثلا في أولى ابتدائي ولا في ثانية ابتدائي، فنقوم له إجلالا ونقول دايما صغيرنا في الأزهر كبير. أكرمكم. فربنا يبارك في الأزاهرة وفي أبناء الأزهر الشريف، وحق لنا أن نفخر. يا مصر فيك النيل عذب سائغ لكن أزهرنا الشريف الكوثر. أنا عايز منك بقى نصيحة لطلبة العلم والأولادنا الخريجين الجداد اللي لسه بيتصدروا للمنابر وللمساجد وهيبقوا دعاة. نصيحة كده للجميع تقول لهم إيه؟ أهم شيء في الدنيا كلها بعد ضبط القرآن الحضور لأهل العلم، وأزهرنا عامر على طول الزمان، لا يفرغ أبدا، مهما دخلت الجامع الأزهر ستجد درس عالم. أهم شيء الحضور، لا وصية بأكثر من الحضور للعلماء، وهم كثيرون جدا وفي الجامع الأزهر خاصة. طبعا علماءنا في الأوقاف
في كل مكان. هما زاهرة. هما زاهرة. نعم. أيوة. لكن المهم الجامع الأزهر. إذا نعم. كان من إندونيسيا وماليزيا وكل الدول بتيجي علشان يحضروا. بتاعتنا في نعم. الأزهر. نعم. وبيجوا علشان يحضروا في الجامع الأزهر ولسه من أيام واحد من غينيا جاي على عجلة مخصوص. الله. علشان يوصل للجامع الأزهر. ده فضيلة الإمام تكفل نعم. بدراسته كاملة. بدرس. نعم. نعم. طب إذا كان ده جاي على عجلة مخصوص. إحنا بقى الأزهر جنبنا. موجود جنبنا. آه سبحان الله. نتركه. الله يرحمه سيدنا الشيخ صالح الجعفري كان نعم. يقول رضي الله عنه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا حق لأهل مصر أن يفرحوا بالأزهر الشريف. نعم. نعم. تشرفتنا ونورتنا النهاردة سيدنا. وبقول لأولادنا الطلبة احرصوا على الحضور فمجالس العلماء في الأزهر كلها بركة وخير وسرور. نعم. ربنا يبارك في أولاد الأزهر وأبناء الأزهر وبنات الأزهر وبارك فيك يا شيخ محمد شرفتني ونورتني وربنا ينفع بك الإسلام والمسلمين وحق لأهل أشمون أن يتمسكوا بك ولا يتركوك منوف على الخصوص. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويبارك في حضراتكم ويبارك في أولادكم وفي بناتكم وتشوفوهم في أحسن حال إن شاء الله.